اهلا بيكم، ازيكم؟ تعالوا نشوف مشاعر الحبيب ايه في الفيديو ده. يا ريت تحط شخص في بالك وتعالوا مع بعض نعرف مشاعر الشخص ده ليك ايه في الوقت ده، والفيديو يخص كل الناس. حط شخص في بالك وهنعرف دلوقتي مشاعره ليك ايه. الشخص ده يلي دخلت على الفيديو اعتقد ان هو بيحب قوي يقارن او بيعمل كومبيرنج بين الاشخاص. الشخص ده بيحب الافضل لنفسه قوي، مش على اعتبار ان هي انانيه، ولكن الشخص ده بيقارنك بحد تاني. مشاعر الشخص ده ليك ان انت في مقارنه مع شخص اخر. ممكن يكون الشخص ده للبعض متجوز او مرتبط بحد تاني، لكن الشخص ده كان نفسه يرتبط بيك قوي يلي دخلت على الفيديو. بالنسبه لمشاعر الشخص ده ليك، مشاعر كويسه، مشاعر ايجابيه، لكن عيبه انه بيقارنك دايما بحد تاني. كمان الشخص ده معجب جدا بحياتك العمليه وبيتمنى يبقى زيك في يوم من الايام. حقيقي الشخص ده معجب بطريقه تفكيركم جدا، بدرجه ذكائكم، معجب بكل حاجه فيكم، لكن عيبه الوحيد انه زي ما قلنا بيقارنك دايما بالاشخاص. البعض معاه في الشغل، وللبعض التاني الشخص ده لو عامل لك بلوك بيتمنى يرجع لك. يا رب يكون الفيديو عجبكم.